السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مع أنا من الخيرات الصينية، معكم أحمد علي. كان في ناس كتير طلبت إثبات السحب من بين الرسينت، عشان في ناس بتقول أنت وريتنا التداول عليها، وفي ناس كتير بتقول إن الشركة كويسة، لكن محدش عمل إيميل عن السحب أو إثبات السحب. فإحنا هوريكم الإيميل بتاع إثبات السحب. أنا كنت نزلت فيديو من كام يوم عن تداول على المنصة حي، ده ايميل جالي من شركة بنرسنت. وصل الريكوست، طلب سحبك للمبلغ 6000 دولار، اي دي بروفيد باي اور فاينانشال ديبارتمنت، يعني تم الموافقة عليه عن طريق الحساب او مدير الحساب المالي، او نقدر نقول القسم المالي. is being processed, please provide us with your Bitcoin address. يعني خلاص ان تم السحب، اتوافق عليه، الفلوس هولد دلوقتي، ان انا بس احط العنوان، ابعت لهم عنوان البيتكوين بتاعي عشان يبعتوا لي عليه استلم الفلوس. مجرد ما هدخل لهم طبعا العنوان بتاعي هيتم السحب عليه الفلوس. ده الايميل جاي من الشركة بانه خلاص تم الموافقة على المبلغ من القسم المالي، وان انا اقدر اسحبه في اي وقت بمجرد ان انا ادخل بس البيتكوين العنوان بتاعي. ده عشان الناس اللي بتسأل عن إثباتات السحب. وإن شاء الله تصلوا معانا فيديوهات جديدة قادمة. أنا عملت الفيديو لايف، مرضيش أحط صورة عشان في ناس بتقول الصور بتلعب فيها. ده فيديو لايف من على حسابي جيميل، مش على حساب حد تاني، عشان خاطر اللي يحب إن هو يتأكد موافقة من الشركة بإني اقدر اسحب الفلوس بمجرد ان ابعت لهم العنوان بتاعي. ان شاء الله ابعته لهم النهارده او بكره واسحب عليهم الفلوس. زي ما قلنا برضو ان انك ممكن تسحب الفلوس بتاعتك اللي بناس اللي حابه تتعامل بالبيتكوين عن طريق محفظه البيت باي. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.